شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نصف كتاب التدمرية في هذا، في إياك نعبد وإياك نستعين، نصف كتاب جمع بين الشرع والقدر. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، لو ترفع هذه. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نجمع بين العبادة والاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. متى جاء الدعاء؟ هنا. بعد ماذا؟ إذن من أسباب إجابة الدعاء، من المستحبات في الدعاء ماذا؟ الثناء على الله، توحيد الله أولا قبل الدعاء. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي نعم. تؤمن بالقضاء والقدر، نعم. تحسن الظن في الله، ولهذا جاء هنا الدعاء بعد الثناء على الله، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد الافتقار إلى الله، بعد الجمع بين الشرع والقدر.